حبايب مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم، مساءكم فل وسعادة دايما يا رب. علمونا زمان حب الوطن. أيوة، كنا يقول لك حب الوطن فرض علي. في المدرسة كنا بنتكلم عن بلدنا، عن مصر العظيم، في بلدنا، في قريتنا، في مدينتنا، في محافظتنا. كان اسم مصر لازم يدخل القلب من خلال نسمع عن أبطالنا وعن قصص عظمائنا وعن البلد بتشتغل إزاي، وده اللي محتاجينه. أنا هقول لك: دع سمائي فسمائي محرقة، دع قناتي فقناتي مغرقة، واحذر الأرض واحذر الأرض فأرضي صاعقة. هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، وأبي قال لنا: مزقوا أعداءنا، أنا شعب وفدائي، ودم يصنع للإنسان فجرة ترتوي به أرضي، بدمي ترتوي به أرضي من كل قطرة، وستبقى ستظل لأبد الآبدين، وستبقى مصر حرة، مصر حرة، مصر حرة. بلد بتبنى يد تحمل السلاح ويد تحمل المسطرين، تحمل الفأس، تحمل القلم، بلد بتشتغل. ربنا رزقنا برئيس قوي أمين، لازم نقول يعمل ليل نهار. النهارده في قمة البريكس، وامبارح وقابله زعماء عرب، بيقابل وبيعقد اتفاقات وبيتعامل مع اسبانيا ومع الاتحاد الاوروبي ومع امريكا وقصاد روسيا والصين. بلد تعمل ليل نهار، الخير جاي، الخير جاي. لما قلت ان حكومة الدكتور مدبولي بتشتغل بنظام جديد حقيقة، يعني بيشتغلوا، يعني لما تشوف وزير الخارجية الفارس البدر، الدكتور بدر عبد العاطي ده السفير نبيل الحبشي، لما تشوف الدكتور، ايوة بص لك، وقف الصورة دي شوية، وقفها. لما تشوف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية والهجرة، الصورة دي بتتكلم مع كل ما يحمل ملف من ملفات، ورايح بلاد العالم وجاي واجتماعات، ولكن الكنز المصري في الخارج، اهتمام الدولة المصرية، اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايوه اولاد مصر اللي عايشين بره. فكانت من ضمن التكليفات لمعالي الوزير بدر عبد العاطي المصريين في الخارج وهذا الملف، الراجل اهو كان عندهم من شهر ولف بلاد كتير وقابل ابناء مصر في الخارج، وايضا شوف عبر زوم، ايوه عمل اجتماع افتراضي هو وفارس ايضا نبيل، معالي السفير نبيل شكري نائب وزير خارجيه لشؤون الهجره، واجتماع مع أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. كان لقاء أنا حضرت جزء منه لظروف خاصة، ولكن كل اللي بيقول إن حضر اللقاء بيقول لك إيه العظمة ده؟ إيه الشغل الجديد اللي مصر بتتعامل مع أبناء مصر في الخارج بيه؟ طيب أنا معايا على الهاتف أحد النماذج المصرية دائما المتألقة، رجل يعني له معزة خاصة معايا عبر زوم، الأستاذ حازم الشرقاوي ومدير مكتب أخبار اليوم في السعودية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. أستاذ حازم، وأنت أحد أعلام أبناء مصر في الخارج وأيضا كاتب صحفي مهم، عملت لسنين طويلة في المملكة العربية السعودية، محتك بالمصريين ومحتك بجميع المسؤولين اللي تعاملوا مع ملف المصريين في الخارج، ازاي يا فندم شفت الاجتماع اللي حصل اول امس مع وزير الخارجيه ومع معالي السفير نبيل شكري مع ابناء مصر في السعوديه؟
أعتقد أنه كان اجتماع مهم وكان متميز، وهو يعتبر أول اجتماع يتم عبر زوم. كان السيد وزير الخارجية والسيد نائب الوزير اجتمعوا بعدد من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن اختيار الوزير ونائبه للمملكة العربية السعودية كونها أنها تحتضن أكبر جالية مصرية خارج حدود مصر، يتجاوز عددها 1,470,000 شخص متواجدين على أرض المملكة العربية السعودية، وأيضا مصر تحتضن أكبر جالية سعودية في العالم بما يقارب 1,000,000 أو وعلى وجه التحديد 900,000 سعودي يقيمون إقامة دائمة في داخل مصر. أبناء مصر في المملكة العربية السعودية طرحوا عدة قضايا على الوزير ونائبه، واستمع النائب لكل المداخلات التي تمت، وأجاب بكل حرص ودقة على الأسئلة والمقترحات التي قدمت له. كان من أبرزها يا فندم، أبرزها كان إيه؟ نعم، تجديد إعادة استئناف مبادرة السيارات اللي كانت حققت نجاح كبير في الفترة الماضية، وأيضا الجزء الذي يتعلق ب تجنيد التجنيد تجنيد أبناء المصريين في الخارج، لأنه هذا الأمر بيساعدهم في التحرك. يتواجد شباب كثير من أبناء مصر داخل الجامعات الأوروبية والأجنبية وأيضا داخل دول الخليج، ويحتاجون إلى التحرك والعودة إلى وطنهم. فكانت هذه المبادرة التي تمت على مرحلتين سابقتين، المصريون في الخارج يتمنون استمرارها وفتحها في خلال السنوات متعددة. فالشاب الذي الآن مثلا 18 سنة، العام القادم يكون 19 و20 وبعد القادم 20، فيحتاج إلى مثل هذه المبادرة التي تسهل له حرية الحركة ما بين مصر، بين وطنه الأم مصر، وبين مراحله التعليمية التي تتم. هناك قضية تتعلق بأساتذة الجامعات المتواجدون داخل خارج مصر. كان في قانون بيحدد 10 سنوات مدة الإعارة، وكان صدر قرار من السيد رئيس الوزراء بفتح هذا المجال، ولكن بعض الجامعات ما زالت متشددة ولا تسمح لأستاذ الجامعة المعار أن يتجاوز 10 سنوات وتطالبه بالعودة إلى وطنه مصر. وكانت هناك مبادرات من وزارة الهجرة سابقا، وأيضا أعتقد السيد نبيل حبشي سيتبنى هذا الأمر لإيجاد مبادرة ووضع حلول لهذه المعضلة التي تواجه أساتذة الجامعة وفتح مدة الإعارة. وأود أن أشير إلى أستاذ رؤساء الجامعات في مصر أن أستاذ الجامعة الذي يعود إلى مصر لا يأتي ببديل منه من داخل مصر، ولكن قد يأتي من دولة أخرى، فيجب المحافظة على هذه النماذج المتميزة من الأساتذة المتواجدين في الخارج، لأنهم جزء من، كما يعلم الجميع، أن المصريين في الخارج جزء من الدخل القومي المصري، وتحويلاتهم تعود إلى وطنهم مصر. فنتمنى ان ابرز فندم ابرز المشكلات ايه تاني يا فندم اللي اتناقشت في الاجتماع؟ في كان تحدث البعض عن اهميه تطوير عمليه الاستقبال داخل مطار القاهره، وطالب البعض بانه لابد ان يكون هناك في منافذ الجوازات وازاله عدد امناء الشرطه والضباط المتواجدين في المنافذ، وبعض الظواهر التي لا تليق بمصر مثل رفع لافتات وانتظار بعض الناس على الابواب. فدائما المصري في الخارج ينظر الى وطنه بنموذجيه عاليه، ويتمنى ان يرى دائما الصوره المتميزه. ايضا
من بين القضايا التي طرحت والمطالبة بدورية وتواجد ضباط من الأحوال المدنية لإصدار البطاقات، وأيضا موضوع جواز السفر الذي يأخذ وقت بعض الوقت من 3 أسابيع إلى شهر، يتمنوا أن يتم تقليص هذه المدة وإيجاد آلية أسرع من أجل إصدار جواز السفر، خاصة أنه عندما يتأخر تحدث بعض المشكلات مع بعض المصريين في عملية تجديد الإقامة وغيرها. فنأمل الاستجابة لمثل هذه المقترحات. أستاذ حازم، وأيضا كان هناك مقترح يتعلق بأنه الاجتماع القادم يكون فيه ممثلين من كل الجهات الحكومية مع السيد الوزير والسيد النائب، بحيث يستطيعوا الرد على كل الاستفسارات والمقترحات واتخاذ قرارات أثناء وجودهم. ده السؤال يا أستاذ حازم، ده السؤال يعني قبل ما أختم مع حضرتك بصراحة، وانت حضرتك كاتب كبير، يعني هل حضرتك واللي حضروا الاجتماع يعني شعروا ان هناك تغير في الإجابة والوعود، وان هناك بريق أمل حقيقي في الملف ده؟ نعم، السيد النائب لم يترك نقطة إلا ورد عليها، وهو كل ما طرحه أبناء مصر في المملكة العربية السعودية رد عليه بأريحية تامة، وما والموضوعات التي يستطيع اتخاذ فيها إجراءات تحدث فيها بـ 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 بتوضيح تام. أما الموضوعات المتعلقة بجهات أخرى داخل الأجهزة الحكومية فوعدهم بالعودة إلى هذه الأجهزة وتقديم المساعدة في إيجاد حلول لمثل هذه المعضلات. وأعتقد أن النموذج الجديد الذي قدمته وزارة الخارجية من خلال التواصل عبر زوم عبر التحول الرقمي سيسهم في تسهيل وإنهاء العديد من المشكلات التي يواجهها المصري في الخارج. وأتمنى أن تكون هناك مبادرة جديدة يساهم فيها المصريين في الخارج من مشاريع استثمارية وفرص واعدة موجودة، أعتقد موجودة في كل محافظات مصر، لأنه المصريين في الخارج من جميع المحافظات في مصر. فأتمنى حتى المحافظين أن يكون لهم دور بإذن الله في التواصل مع المصريين في الخارج من أجل طرح الفرص الاستثمارية في محافظاتي. كل الشكر وتقدير يعني الكاتب الصحفي الأستاذ حازم الشرقاوي مدير مكتب أخبار اليوم في السعودية. لقاء كان رائع بصراحة. أحد مميزات اللقاء ده إن احنا شفنا وجوه جديدة بتبقى موجودة في الاجتماعات، وكانت سعيدة جدا، وجوه لها دور وإسهامات على أرض الواقع، لكن بدأوا يظهروا للنور، وده اللي كنا بنطالب بيه دايما، إن من يمثل المصريين في الخارج يجب أن يكون جدير بهذا التمثيل، حد ليه شغل على الأرض حقيقي. يعني كنت بتكلم مع معالي السفير ضياء حماد نائب السفير المصري، وكنت بتحدث معاه يعني ومع معالي القنصل العام السفير طارق المليجي، كنا بنتكلم على تشكيل تجاليه في الرياض، واتكلمت مع اكتر من قنصل في البلاد، وبصراحه شايف ده توجه وزاره الخارجيه. يعني انا شايف ان الوزاره بدات بتلعب دور الكشاف اللي بيظهر مصريين في الخارج جادرين انهم يمثلوا بلدهم، يساعدوا الناس. ما هو مع احترامي الكامل، حضرتك مش بتتسابق عشان تحضر اجتماع الوزير الخارجية او تحضر حفلة عشان تتصور. لا يا فندم، انت المكان اللي حضرتك بقيت فيه ده انت بتمثل ناس، يجب ان تساعدهم، ان تكون اذرع للدولة المصرية، تساعد الناس، تحاول ان انت في اطار تعاون مع السفارة ومن خلال السفارات والقنصليات العامة يكون لك دور في التعاون ده. ده اللي بيحصل. يعني أنا الدكتور طارق قورة والدكتورة سناء إبراهيم نور الدين كانوا أحد الناس اللي كنت بسمع، بس يعني
انا دخلت في المداخل بتاع الدكتور طارق قوره وهو بيتكلم على ذوي الهمم والاحتياجات الخاصه، وقبله كانت الدكتوره سناء ابراهيم بيتكلموا على دور المركز اللي بيعملوه والمساعدات اللي بيقدموها لابناء مصر في الرياض. عجبوني قوي 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 ان مصري بيقدم مبادره لمصري. ايوه احنا السند والدعم لبعض بره. تقدر تساعد ابن بلدك ساعده، تقدر تخدمه اخدمه، هو ده كل واحد من خلال مكان. احنا اعظم شعب في الدنيا، اوعى حد يقول كده. واكتر ناس بنساعد بعض. بس احنا مش بتوع شو، احنا المصريين كتير جدا جدا بيساعدوا بعض وبيشتغلوا عشان خاطر البلد دي. طيب انا برضو معايا عبر زوم الدكتورة سناء ابراهيم نور الدين، مستشار فني في شركة التميز الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. مساء الخير دكتورة سناء. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. انا اشكرك على المبادرة الرائعة اللي انتم عملتوها في لقاء وزير الخارجية وفي لقاء معالي السفير نبيل حبشي، بصراحة كانت مبادرة رائعة، وكان ادائك انت والدكتور طارق بصراحة يعني حاجة تدعو للفخر بابناء مصر في الخارج. احكي لي يا فندم عن المبادرة اللي طرحتوها على معالي الوزير ومعالي نائب الوزير. تمام. في البداية طبعا حابة أوجه الشكر لنائب الوزير نبيل الحبشي وقنصل مصر طارق بالمليجي على اللقاء. في الحقيقة كان لقاء مثمر جدا، وده بيعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بأبنائها في الخارج. وكانت يعني كلماتهم محل تقدير واعتزاز، واشعرتنا باننا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني. مبسوطه من اللقاء يا دكتور؟ اكيد طبعا، يعني اكيد كان لقاء فعلا كويس جدا جدا، وده بيبين ان مصر بتقف مع ابنائها في الخارج يعني في اي مكان. انا بشكرهم شكرا يعني كبير جدا، وبنتطلع الى مزيد من اللقاءات المثمرة. احكي لي بقى يا دكتور ان شاء الله باذن الله. احكي لي عن المبادره. اتفضل. في الحقيقة أنا عاوز بس أأكد أن دعم الاحتياجات الخاصة مش مجرد يعني التزام اجتماعي، ولكن هو قبل كل حاجة هو التزام إنساني. ده بيعكس مدى تقدم المجتمعات واهتمامها بجميع الفئات، وده بيظهر طبعا في اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر. ويعني هو لا يألو أن هو يقدم لهم جميع الإمكانيات وجميع الدعم في أي وقت. صح. المبادرة اللي احنا بنقدمها، يعني انا بشكر في البداية ادارة مركز التميز الشامل، وانا بالنيابة عنهم بقدم مبادرة ان احنا بنقدم جميع الاستشارات مجانية للجالية المصرية في الرياض او في اي مكان، سواء كان عن اونلاين في اي مكان في المملكة العربية السعودية. بنقدم لهم استشارات في العلاج الطبيعي، في العلاج الوظيفي، في التخاطب، في استشارات نفسية وتأهيلية. المبادرة دي بتسعى كمان إلى تعزيز التواصل بين الأسر وبعضها وبعض الأسر المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومشاركة التجارب الناجحة والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإن احنا ممكن كمان نوجههم إزاي هم يعني يقدروا يوصلوا إلى أقصى حد من الاستفادة من الخدمات المقدمة المجانية هنا في المملكة العربية السعودية. برافو. طب فندم اللي عايز يوصل لكم يوصل لكم إزاي؟ طبعا هنرسل لحضرتك، احنا طبعا مركز التميز الشامل للرعاية النهرية بالرياض، ده مركز خاضع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطبعا يعني اكيد هنرسل لحضرتك اللينكات الموجوده وارقام التليفونات، وممكن نبحث على جوجل بيلاقي الاسم موجود. يعني سعيد بحضرتك جدا، وعلى وعد بقى نيجي نشوف المركز بقى ونعمل من عندكم يعني حاجه كده. شكرا يا دكتوره، واشكر الدكتور طارق، وموفقين دايما يا فندم. انا بشكر الدكتوره سناء ابراهيم نور الدين، يعني حاجه هم دول ابناء مصر. اخدم بلدك، اخدم ناسك. ايوه مش بالكلام، مش بقعد ان انا شعارات وشعارات وشعارات. البلد بتتقدم، البلد بتخطو خطوات كباره في كل المجالات. ترخيص الفايف جي نزل اهو عندنا، الفايف جي بدا يشتغل، يعني بوابه جديده ليه وقصه يعني لتراخيص الفايف جي
الجيل بقى الخامس للاتصالات. معايا على الهاتف احد رموز مصر، افتخر جدا وانا دايما بقابل معالي النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب. مساء الخير يا معالي النائب. مساء الخير، اهلا وسهلا يا فندم. يعني انا لازم ابارك لسعادتك على لجنة الاتصالات في حز مستقبل وطن يعني، ودايما حضرتك نموذج كلنا بنفتخر بيه. مع النائب الف شكر، ربنا يبارك لك. متشكرين. مع النائب احكي لحضرتك بقى عن ايش قصة بقى الفايف جي ويعني الجيل الخامس والدنيا ازاي يا فندم دلوقتي؟ هو الحقيقة حضرتك بتكلمني والنهاردة بدأ رسميا شركات خدمات الاتصالات اعلنت رسميا عن البدء في خدمات الفايف جي من خلال بعض المولات الموجودة في مصر. لحين ان شاء الله خلال الاسابيع القليلة القادمة سيتم تطبيق بقى على مستوى المحافظات. خلينا بس نؤكد ان الفايف جي ده نجاح منقطع النظير للدولة المصرية في حصول شركات خدمات الاتصالات على هذه الخدمة المميزة. طيب ايه فوائدها للناس؟ لازم نعرف النهاردة عن ايه فايف جي وفوائده للناس. اولا سرعات الانترنت هتبقى فائقة الجودة خلال الفترة اللي جاية. دي وده شيء مهم جدا، لان اصبح مرفق التكنولوجيا بكافة اشكاله وصوره مش مجرد مرفق يعني لا غنى، لا اصبح مرفق زيه زي الميه زي الكهرباء. ما تقدرش تقعد من غير انترنت او اي خدمات تكنولوجيه اخرى. وانا اقول الانترنت على وجه الخصوص لان ده اصبح شيء اساسي في كل بيت مصري وكل اسره مصريه. فالنهارده الفايف جي فايدته الكبيره ان هو هيسهل على الناس في ان تكون الخدمه متميزه بشكل كبير جدا جدا. مش هتقول بقى ده السرعه قليله، هو التحميل قليل ليه؟ لا كل ده مع الفايف جي ننساه تماما. طب بجانب ان الدوله بتبذل مجهود كبير في البنيه التحتيه والاساسيه، لازم مع الفايف جي يبقى الكابلات النحاسيه بتاعت زمان اللي كانت موجوده، ودي بتكلفه مليارات البنيهات في تكلفتها. برافو. لو تم تنفيذ عدد من المحافظات انك بتشيل الكابلات النحاسيه دي وتركب بدلها فايبر. النهارده تم تخطيط اكثر من 85% من محافظات مصر من الفايبر ده. ما شاء الله. الفايبر ده اللي هو كابلات الالياف الضوئيه، بنشيل النحاس ونحط والجهاز بتاع التنفيذي يحط الفايبر او يتم تركيب الفايبر ده بشكل كبير جدا، بيسهل الخدمات. ده بجانب طبعا الشبكات والبنيه التحتيه والاساسيه الاخرى. طبعا بنقول للمواطنين ان خدمات الفايف جي بدات فعليا من اليوم، وشركه خدمات الاتصالات اعلنت عنها خلال اسابيع القريه القادمه سيتم التطبيق على مستوى المحافظات. واولا باول جهاز القومي لتنظيم الاتصالات هيعلن عن يعني ايه الفايف جي وخدماته ومميزاته وكلام من هذا القبيل من خلال بيانات رسميه. مع النائب يعني انا اعتقد ان احنا داخلين على ثوره تكنولوجيه يعني في كافه المجالات، ويعني التحول الرقمي والاهتمام ده يا فندم. يعني هي الدوله المصريه بتتواكب مع العالم في التطور التكنولوجي، واحنا كتشريع كمان احنا بنعمل تشريعات بتساهم بشكل كبير في التطور التكنولوجي الهائل. والدوله المصريه الحقيقه والقطاع التنفيذي وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبذل مجهود كبير جدا في ده. الفتره اللي جايه وده هيتم حصر جميع المناطق اللي بتعاني مثلا من ضعف شبكات. ايوة. او وده شيء مهم جدا، في ممكن قرى عندك او بعض المناطق يقول لك هو انت بعتنا معايا النائب ان مركز ميت سلسيل يعني وضواحي بقى الجمالية وميت سلسيل والدقهلية، يعني انت ساعدتك وعدتني ان احنا نعمل لهم حاجة الايام الجاية. طيب هو بيتم ده من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بينزلوا يقيسوا الجودة. ايوة. وبعد ما بيقيسوا الجوده لو ثبت فعليا ان المنطقه دي الشبكه فيها ضعيفه جدا يا فندم، بيتم الاستعانه طبعا بشركات خدمات اتصالات لتركيب شبكات في هذه المنطقه، لان ده حق انت بتتكلم في منظومه التحول الرقمي. صح. المنظومه ستنجح بالبنيه التحتيه والاساسيه سواء في خدمات الانترنت زي ما قلت واستبدال الكابلات النحاسيه بالفايبر، والجزء الاخر والمهم جدا محطات التقويه اللي بتركب. حقيقي بجد جهود رائعه يعني للجنه والوزاره الاتصالات. بشكرك جدا معالي النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات في مجلس النواب. جهود البلد شغاله. يعني انا بتكلم مع معالي النائب في موضوع الشبكات، قال لي بص عندنا خطه، اصبر بس شويه، عندنا خطه رائعه، ولكن هو وعدني ان احنا باذن الله الاسبوع ده ان شاء الله قبل ما يخلص هتكون عندنا يعني لجنه تنزل تشوف ضعف الشبكات في مراكز ميت سلسيل ومنية النصر والجمالية وضواحيها. بلد تعمل ليل نهار
حكومة جديدة، حكومة بفكر جديد، وقائد عظيم يتحرك. لسه حضرتك وحضرتك يعني كنت بتكلم على الأستاذ أشرف، ده مدير فندق إسماعيلية يعني، وقدر الله كان معايا محامي في أوبر، راجل محترم جدا بيشتغل أوبر بعد دوام المحكمة. اتكلمنا في موضوع الشغل، في موضوع الحياة الصعبة ازاي نواجهها. كل الناس قالت لك لازم تشتغل، مالكش دعوة بحد بقى. يعني بيحكي لي صديقي العزيز بقول لي خلي بالك الدولة بقت زي ابوك، قلت له ازاي؟ قال ابوك مش هتشكره لما يجيب لك لبس جديد ولا يشتري لك اي حاجة يعني جديدة ولا يعمل لك حاجة، مش هتشكره. لكن لو واحد غريب عمل لك حاجة هتبقى فرحان قوي وهتبقى قصادها ولا حاجة. البلد بتشتغل في حاجات كتير جدا، بس حضرتك وحضرتك لازم نبدأ نشتغل كلنا، لازم لازم نصح بعض، لازم نساعد بعض، اللي عنده شغل يعني شغل اللي ما بيشتغلش. حكاية بقى العوز وان انا اقعد ادي سمك وسمك والكلام من ده لازم ينتهي. لازم الجمعيات الأهلية بقى تشتغل بفكر جديد. تعجبني قوي جمعية تنمية المجتمع في الاتحاد يعني في ميسال سيل لما بيشتغلوا، وأيضا جمعية تنمية المجتمع في ميسال سيل الحقيقة أنا برضه شفت الحتة دي هناك، يعني على المحيط اللي أنا بشوفه لما بنزل بيعملوا مشاريع للناس. أيوه ادي للناس الصنارة، خليه يشتغل، ما تدلوش فلوس وتريحه، لا هيبقى عالي عليك وعلى المجتمع. الراجل اللي ادى الوردة لواحد الصبح وقال له كل سنة وانت طيب يا حبيبي، فرحان بيها أول يوم، فرحان بيها تاني يوم الوردة جميلة، تالت يوم الراجل ما ادالوش الوردة، رابع يوم ناداله ايه يا عم هي فين الوردة؟ ايوه استحقاق. مصر يعني مصر خير جاي، لازم نحافظ عليها. طبعا احنا في بريكس والقطب الواحد الى زوال ان شاء الله. سيادة الرئيس كانت في كلمته الواضحة امام زعماء بريكس بيتحدث عن هذا التجمع الكبير، التجمع اللي تقوده روسيا والصين والهند وانضمت مصر والسعودية اليه حديثا. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمة العالم بيستناها، يعني تناول أبرز التحديات والأزمات الدولية اللي بيمر بها العالم وسياسة القطب الواحد وسياسة الحلول الغير عادلة. دعا الرئيس إلى تكاتف الجهود لإيجاد حلول فاعلة لحل الأزمات تضمن العدالة تضمن الإنسانية. أكد أن مصر أيضا بتسير على خطى متميزة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مشير إلى أن الخطوات اللي بتتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار يعني زي تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين. كما شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير القطاعات. لسه كان يعني الرئيس تكلم على موضوع الاتصالات وكان معنا سيادة النائب أحمد بدوي، وأكد ايضا الرئيس على ان مصر تسعى ايضا لتمكين الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الاخر. عندنا مشروعات بنية تحتية عظيمة وزي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتوفر فرص استثمارية كبيرة جدا، وبفضل موقع مصر الجغرافي والمتميز ايضا وعضوية مصر في اتفاقات كتيرة. طيب انا معايا عبر زوم بقى من موسكو الاستاذ رامي الاليوبي الاستاذ بمعهد الاستشراق. مساء الخير يا استاذ رامي. مساء النور استاذ رامي. يعني الجو عندكم ايه في روسيا الاول دلوقتي؟ يعني هو بدا يبرد بس لسه دافئ نسبيا يعني. طيب تمام، احنا يعني سعداء بانضمامنا للبريكس. احكي لي بقى عن البريكس والاجتماعات اللي حصلت النهارده وامبارح وخطاب السيد الرئيس، انت شفته ازاي يا استاذ رامي؟ يعني بالنسبه للبريكس هي مجموعه اتاسست في عام 2006 وحينها كانت بتضم البرازيل وروسيا والصين
الصين والهند، أي أربع اقتصادات عالمية على الصعيد. وبعدين في عام 2011 انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة، وبذلك أصبح لها بعد أفريقي. وبعدين بدأ من السنة دي انضمت كمان الإمارات والسعودية ومصر، أي ثلاث دول عربية في نفس الوقت، وكمان إثيوبيا وإيران. بس بالنسبة للسعودية في غموض بخصوص عضويتها، لأن طوال السنة المشاركة كانت ضعيفة، أو حتى دلوقتي ولي العهد محمد بن سلمان ما جاش يحضر القمة، بس أرسل وفد رفيع. بالتالي هنا يعني في انطباع ما بين المحللين السياسيين الروس هنا في روسيا بأن السعودية حريصة على أنها تبرم اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، ومش عايزة تعمل أي إزعاج لواشنطن في المرحلة الحالية. بخصوص عضوية مصر، هي طبعا مهمة سواء لمصر أو لبريكس. المشاهد يا أستاذ رامي يعني بصراحة كده عايز يعرفنا، يعني تعرفوا إزاي إحنا أهمية دخولنا في البريكس، وإيه اللي ممكن يستفاده المواطن المصري، وإيه اللي ممكن مصر يعني توصل ليه. بص، طبعا مصر هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي عدد سكانها يفوق 100 مليون نسمة. فبالتالي بالنسبة لمصر من التحديات الأهم هي طبعا تحقيق الأمن الغذائي. ومصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم. فبالتالي من مصلحة مصر تعزيز علاقاتها مع روسيا، لأن روسيا كمان هي مصدر للقمح إلى مصر. ومصر طبعا يعني هي بالدرجة الأولى تعتمد في مسألة شراء القمح على الدولة التي تخوض مناقصة بحد عينها، وهي مش بتخضع مسألة القمح لأي اعتبارات سياسية. ولكن الآن مثلا عندما تصبح روسيا الشريكة لمصر ضمن مجموعة بريكس، فهذا يتيح لمصر الحصول عبر قروض وتمويل من خلال بنك التنمية الجديد اللي أسسته بريكس في سنة 2014. البنك ده هو ممكن يكون أنسب لمصر من صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي هو يربط الإقراض بإجراء إصلاحات معينة فيما يتعلق برفع الدعم. وبالنسبة لمصر طبعا يعني قضية رفع الدعم هي حساسة إلى حد كبير. فبالتالي كمان بريكس فيها دول غنية زي الإمارات، والإمارات أكيد هتضخ أموال في بنك التنمية الجديد ده. فبالتالي مصر ممكن تحصل عليها في شكل تمويل بفوائد ميسرة. والإمارات هي أصلا يعني من ربما المستثمر الرئيسي الأجنبي في الاقتصاد المصري. دلوقتي في مشروع رأس الحكمة تفوق قيمته 30 مليار دولار، وده يعني رقم ضخم جدا. فكمان مصر لما تصبح عضو في نادي الكبار زي بريكس، اللي فيه يعني ثلاثة من أصل أربع أقوى اقتصادات في العالم من جهة تكافؤ القوة الشرائية، أي روسيا والهند والصين، طبعا الدولة الرابعة ضمن هذه المجموعة هي الولايات المتحدة، هي مش في بريكس بس هي طبعا يعني الاقتصاد الأقوى يعني في العالم من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي، أو تاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الصيني لو حسبناها على أساس تكافؤ القوة الشرائية. فمصر لما تصبح عضو في النادي زي ده يزيد ثقة المستثمرين. ونحن نعلم أن الاستثمار هو خير لمصر، ده من الشعارات اللي بترفعها حكومة في مصر. فبالتالي التوجه للانضمام إلى بريكس يخدم كل هذه الملفات. سعيد جدا بمداخلة حضرتك أستاذ رامي، ودايما أنت معانا يعني، بنشكرك الأستاذ رامي الأليوبي الأستاذ معهد الاستشراق عبر زوم من موسكو. ركزت معايا؟ ركزت في كلام الأستاذ رامي؟ أيوه، بلد بتسعى في كل الاتجاهات، بلد بتسعى في كل الاتجاهات علشان خاطر المواطن المصري. خير جاي، شايف الاتفاقات اللي أجريت في الأيام اللي فاتت، وهو أدى خبير روسي بيتحدث عن المميزات اللي إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا بيها بانضمام مصر للبريكس. يعني بكرة ماتش السوبر، كاس السوبر في الإمارات، وسط أزمات يعني أزمة كبيرة كده
حصلت لفريق الزمالك، يعني ماتش بيجمع قطبي الكرة المصرية. أتمنى أن يخرج ماتش بكرة بقيمة مصر، ويشعر اللاعبين بقيمة مصر الكبيرة اللي هم بيمثلوها. يعني أتمنى أن احنا نجد لعيبة على هذا المستوى اللي يشرفونا بكرة. يعني يفوز يفوز، لكن سلوكياتك يعني. طيب أنا معايا على الهاتف الأستاذ علاء عزت الناقد الرياضي. مساء الخير يا أستاذ علاء. أهلا، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وتحياتي كل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ علاء. ماتش بكرة يعني اتحامل من السخونة، يعني احكي لي يا فندم بعد إذنك في الأول كده إيه اللي حصل؟ يعني الماتش هيلعب بكرة ولا مش هيلعب؟ وإيه مصير اللاعبين لاعيب الزمالك لحد دلوقتي؟ هي مع الأسف الشديد بكل مباريات الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة كلها لها كواليسها النارية ولها أزماتها. بنشوف يعني كل مباراة بيبقى لها أزمة خاصة بيها وكل أزمة مختلفة عن الثانية، لكن في الإطار العام إحنا في الأخ خالص الجماهير كلها بتنشغل عن المباراة نفسها وبتدور في فلك الأزمات. مع الأسف الشديد بيتسمت مباريات القمة. قبل مباراة الأهلي والزمالك في الكاس مصر حصلت كذا أزمة، إلا الماتش اللي قبليه الزمالك انسحب. يعني كان بتحصل أزمات كثيرة جدا، لكن المباراة يعني إن شاء الله بإذن الله يعني المقرر ليها انها هتقام ان شاء الله في موعدها. الزمالك ما عندوش رغبه في الانسحاب ولا نيه في الانسحاب. حتى التصريح المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اداره النادي ادت السيئه من تصريح الشخص المتحدث الرسمي وقال احنا ما كانش عندنا نيه للانسحاب. خلاص الامور بيتم احتوائها دلوقتي. بكره ان شاء الله باذن الله المفروض ان كان النهارده يعني حكم صدر. النهارده كان في حكم صدر يعني الازمه يا فندم، ازمه اللاعبين وصلت لحد فين؟ عندك معلومه؟ بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله في محاكمه ثانيه. هي المفروض النهارده كان في محاكمه اولى وتم تاجيل المحاكمه الثانيه ليوم 29، يعني بقى 7 ايام. لكن طبعا بتدخل الجهوز الدبلوماسيه في مصر عايز تحل الازمه قبل عوده الزمالك. الزمالك يرجع يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله، ثاني يوم المباراه. فيعني بيحاول ان هو احتواء الازمه واللعيبه ان شاء الله باذن الله يعني يتم اخلاء سبيلها وترجع مع البعثه. ففي بكره محاكمه ثانيه وفي ضمانات كبيره جدا جدا قدمتها استاذ علاء. في كلام ان الكابتن محمود الخطيب تدخل لحل الازمه ديت، الكلام ده حقيقي؟ لا مش تدخل، لا مش هم متدخلش، هو بس تواصل مع الكابتن حسين لبيب ليه يعني شد من ازره وتحت امركه لو في اي حاجه النادي الاهلي يقدر يساعد بيها. لكن تدخل لحل الازمه لا، الازمه ملف الازمه. هي قيادات الناديين يا فندم لما يبقوا بهذا الشكل، كابتن الخطيب يكلم يعني كابتن حسين لبيب، يعني حاجه دوت اللي من المفروض ان اللي يحصل بكره بقى ونشوف جماهير الزمالك بتغني بقى لمصر وجماهير الاهلي بتغني لمصر وبتشوف ماتش قوي اللعيبه في الملعب بيعملوه. انت شايف مين هيكسب بكره يا كابتن؟ في وجود لجان الكترونيه من الطرفين، في لجان ضد النادي الاهلي بتحاول ان هي تسيء للزمالك، وفي لجان ضد مدرسه نادي الزمالك بتسيء للنادي الاهلي، وهم دول اللي عاملين جو الاحتقان النهارده. النهارده شفنا اجواء صعبه قوي، يعني حتى من العيب ان احنا نتكلم على الاجواء دي النهارده على السوشيال ميديا بين جماهير الاهلي والزمالك، اجواء صعبه جدا. لكن انا باكد لحضرتك ان شاء الله باذن الله الملف في ايد معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي سافر ووصل النهارده، وفي محاولات كبيره جدا وفي جهود دبلوماسيه كبيره على اعلى مستوى لاحتواء الازمه دي. وان شاء الله باذن الله بكره المحاكمه، وهيكون في امل يعني ان هو مثلا حتى لو في فرصه يتم اخلاء سبيل اللاعبين بضمان ان هم ممكن يرجعوا تاني لو في، وطبعا ده يكون ضمان دوله مش ضمان حد، يعني لو اللعيبه ترجع عادي ولو في اعاده محاكمه يرجعوا تاني ما يعني. لكن ان شاء الله باذن الله يعني ننتظر بكره، يعني احنا النهارده كنا منتظرين النهارده. توقعك الشخصي مين يفوز بكره يا كابتن؟ نعم، توقعك الشخصي مين يفوز بكره؟ هي بغض النظر حتى على الازمه الدوافع كلها عند النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الخسران اخر قمه. عشان انت اهلاوي بقى ولا ده توقع يعني معطيات؟ لا 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 والله لا دي دوافع عند النادي الاهلي. يعني لعيبه النادي الاهلي اصلا بغض النظر عن ازمه الزمالك من عدمه، لعيبه الاهلي رايحه البطوله دي وهي عارف ان دي ما فيهاش هزار، يعني اللي ده رد اعتبار ليهم، وعارفين ان هم لو خسروا مرتين بطولتين ورا بعض عندهم ازمه كبيره جدا قدام الجماهير. لعيبه الزمالك واخدين كاس السوبر، لو خسروا ما فيش مشكله كبيره. فالدوافع كبيره عند النادي الاهلي، فاعتقد ان فرص النادي الاهلي اكبر. ربنا بكره ان شاء الله يا فندم، يعني ربنا مصر اللي تنتصر والصوره المصريه الرائعه. انا بشكر حضرتك جدا يعني الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي.
يعني انا بشكر دوله الامارات العربيه السعوديه يعني شقيقه زي ما شكرنا المملكه العربيه السعوديه قبل كده، بنشكر المملكه على التنظيم، بنشكر دوله الامارات العربيه الشقيقه على التنظيم الرائع وعلى الحفاوه والاستقبال المتميز. الشعب الاماراتي المحب لمصر، وايضا احنا بنحب الامارات، وان شاء الله الازمه يعني اللي حصلت دي تكون كده سحابه وتنتهي على خير ونتعلم من اخطائنا. لازم نتعلم من اخطائنا. لازم يعني عجبني قوي مع احترامي الكامل كابتن كهربا نجم كبير انا بحبه على الصعيد الشخصي، بس شفت كابتن محمد رمضان على طول ازمه ولازم تقف. لازم كل الانديه تشتغل كده. اللاعب ده اللي بياخد ملايين انت مش رايح علشان تعكر صفو العلاقات بيننا وبين دول تاني، مش رايح سعادتك علشان تعمل فتنه بين الجماهير، مش رايح. العب يا باشا، العب بكل ما اوتيت من قوه، بس بحرفنه بقى وبشياكه، وقعت زميلك وقومه واعمل دور، انزلهم مع بعض بكره فرحوا مصر كلها. انزلهم بكره اللي يكسب يكسب، مش نهايه العالم يعني كاس السوبر ده. اي يعني انا برضو يعني مش يعني لما بتحدث عن مصر، رحت يعني اول امس كنت في الصعيد، حاجه تفرح بصراحه وانا ماشي كده وشايف الطرق الجديده. كنت يعني في عزاء المهندس ربيع محمد حسن النسيري عم صديق العزيز المحاسب شريف النسيري عضو مجلس اداره يعني اتحاد شباب المصريين في الخارج، حاجه حلوه قوي. قعدت بقى مع الصعايده ولاد البلد اللي بيحبوا البلد بجد، وقعد نماذج مصريه كتيره قوي قوي اتكلموا عن حبهم للبلد وان احنا لازم كلنا نبقى في ظهر مصر. يعني شفت في منجطين ديت صوره مصغره من الوحده الوطنيه، لما شفت يعني الاباء والقساوسه وجايين الميتم وقاعدين وبيتكلموا ويضحكوا، والشيخ احمد نعينع كان عامل جو اكتر من رائع. يعني عجبني قوي الابويه اللي كان عليها مع المشايخ والقراء اللي من الصعيد. احنا كلنا واحد، بلد واحده، بلد تسعى ان احنا نكون حاجه. يعني انا هخرج فاصل وارجع لحضراتكم مره تانية. يا جميعا نحتفل بأهل القرآن، كيف لا وهم أهل الله وخاصته، كيف لا وإن من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه، وإن مؤسسة التلوان وأنا أشهد بذلك لم ولن تألو جهدا في خدمة القرآن وأهله. الحمد لله عمر المنبر كبير ما شاء الله. الشغل والرياضة والكورة والتلفزيون والكلام ده وحدنا، لكن انتوا الصح احنا الغلط. يعني انتوا الصح زي ما قلت لكم اديتوني درس النهاردة ازاي اربي ولادي، يعني هروح فكري هيختلف بعد الحفلة دي خالص، يعني دماغي اتغيرت خالص بوجودي معاكم النهارده. فانتوا القدوه فعلا زي ما شيوخنا واساتذتنا اتكلموا عليكم، ان انتوا بتربوا ولادكم صح، وزي ما قال كابتن ربيع ياسين اللي انا شفته النهارده، لا احنا بخير، مجتمعنا بخير. يعني الواحد بيروح حفلات ومطربين ومش عارف، النهارده احلى حفله انا اتواجدت فيها. انتوا القدوه، انتوا بتتفرجوا في التلفزيون، انتوا بتستحقوا كل خير. عبد الله
العمر مين؟ بابا محمد مصطفى عبد المجيد محمد. عمي جاي؟ العمر مين؟ بابا يا فهري. حبايب مصر في كل مكان، الوطنية الوطنية عمرها ما كانت شعارات، خلي بالك يعني. دايما اللي بيتكلم بس الناس بتزهق منه. لازم كلامك يوازيه عمل، انتاج، فعل خير على الارض. ده اللي انا دايما بشوفه في مؤسسة التويني، يعني بصراحة من المؤسسات اللي انا بيعجبني قوي الشغل اللي بيشتغلوه وعمل الخير في اكتر من اتجاه. معايا على الهاتف الاعلامي المتميز والاداري الناجح، يعني احد الرموز الشبابية المصرية لسنوات طويلة، الاعلامي الاستاذ هشام القاضي. مساء الخير استاذ هشام. يا مساء الورد علاء بيه، كل سنة وحضرتك طيب، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لفريق عمل حبايب مصر اللي دايما منورنا في كل احتفاء وفي كل تجمع، وبشكركم على التغطية الهائلة لحفل حفظة القرآن الكريم اللي أقامته مؤسسة التلواني لتنمية المجتمع. حقيقة تستاهلوا كل خير، يعني أنا بشكر حضرتك كمدير تنفيذي والأستاذ إسلام، وأشكر يعني رئيس مجلس الإدارة وكل منسوبي هذا الصرح العملاق بجد. يعني الكلمات اللي قالها كابتن كريم شحاتة ولا كابتن ربيع ياسين بجد يعني حركت مشاعرنا كلنا. في كل بلد وفي كل مكان يجب ان تكون هناك مؤسسة التلواني وتعمل اللي انتم بتعملوه. احكي لي يا فندم، مش على تحفيظ القرآن بس، انتوا بتعملوا خير ايه وازاي وتوصلوا للناس ازاي يا فندم؟ والله انت عارف المؤسسة طبعا حضرتك يعني شريك اساسي معانا في كل عام وفي كل هذه الاحداث، ودايما حبايب مصر وقناة الحدث بيقوموا بتغطية حفل حفظة القرآن واحتفاءات كتيرة بتقوم بها المؤسسة. مؤسسة التلواني بتقوم بدور كبير جدا في المنطقة كلها، في السادات، في النوف، مركز كوم حمادة، كل القرى المجاورة بنحاول دايما يكون في أنشطة. احنا مؤمنين بفكرة تنمية البشر. بس حلو قوي قوي المصطلح ده استاذ، دايما يعني تنمية البشر بناء الإنسان. فكرة تنمية البشر، فكرة ان انت تساعد الناس في حاجات اساسية. يعني انت النهاردة لما تقف جنب الاطفال الصغار وتقدم شنطة المدرسة، انت بتدعم فكرة التعليم في حد ذاتها، انت بتدعم قطار التعليم في مصر. صح. لما تحاول جاهدا انك انت تقدم خدمات داخل المعاهد الأزهرية على مستوى المراكز، انت برضو بتهدف الى خدمة ودعم فكرة التعليم. برافو. وتوفير ما يحتاجه الأطفال لإتاحة المناخ اللازم لفكرة. برافو. التعليم والمناخ السليم. أيوة. لفكرة التعليم، زائد انه في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها الوطن ده، واجب فرض عين على كل المؤسسات وعلى كل الجمعيات انها تحاول تقدم اقصى ما عندها لكل الناس، لان احنا كلنا في النهاية في خندق واحد وكلنا ابناء هذا الوطن. يعني يا استاذ هشام، يعني ايه الرسالة الواضحة اللي عايز تقولها في ثواني، لان ما عادش معايا وقت. استاذ هشام، استاذ هشام القاضي، انا بشكرك جدا الاعلامي المتميز، وبشكر مؤسسة التلواني، يعني بجد صرح عظيم. مؤسسة التلواني يعني احد المؤسسات العريقة اللي في مصر. كلنا لازم نخلي بالنا من بلدنا، خلي بالك من جارك، من اللي تعرفه، كل واحد في دايرته يساعده، ساعده ان انت توفر له فرصة حياة، انه يشتغل، انه يتدرب، انه يتعلم، يبني نفسه عشان يساعد غيره. حبايب مصر في كل مكان، تصبحوا على خير وسعادة.